سنة يغفل عنها بعض الناس وللأسف، وهي سنة كتابة الوصية قبل الموت. فالإنسان لا يدري في أي لحظة يدركه الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا وصيته عنده مكتوبة. كيف تكتب الوصية؟ تبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، واثني على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، تذكر اسمك، ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة حق لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ثم يوصي بعدم ارتكاب المحرمات والمنكرات بعد موته، وخاصة أثناء التشييع، ويقول: أوصي أولادي وأهالي وأقاربي وجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل. ثم يوصي بسداد الدين الذي عليه إن كان مدينا، ويذكر اسم الدائن، وإذا كان يوصي بشيء من مالي يقول: أوصي بمقدار كذا من مالي لفلان، أو صدقة جارية أو وقف، ولا وصية لوارث، يعني ما يوصي لابن أو بنته. ثم يختم الوصية بطلب الرحمة والمغفرة له ودخول الجنة، ويشهد على وصيته شخصي.